أسقطنا أكثر من أم الفاشر، الفاشرين حتى الزمن، لكن نحن المواطن في الفاشر نحن هو اللي نحن جاب لنا الأبادة دي، وجاب للفلول وجاب للكيزان، جاب لهم صوت عشان يتكلموا به. لكن يا أخواننا ما في شيء اسمه إسلام، ما في شيء اسمه حزامة من هذا ما بشاوش الدعم السريع عشان عبد الرحمن قريشطة، ولا عشان الشهيد علي يعقوب، ولا عشان الشهيد البيشي، ولا عشان الباقي الشهداء. ما في، كيف ما أسقطناهم في أكبر المدن نسقطون في هذه الجحر اللي هم فيه، ومحاصرين من 4 محاور محاصرين هم، ما في كيف. لكن يوم تدق الساعة وندخلهم ولا شيء ما يفضل في حاجة اسمها الفاشر بالهوية وبالكاك اللي طامر، وانت طامر في وسط بيتك، نعرفوك انت تابع لمنو وتنضم على منو وتسمى منو، وكذاك ما في شيء اسمه مواطن، ما في شيء اسمه مواطن. والتحية لكم يا شباب، والسلام عليكم. التحية ليك يا أستاذ الرفاعي، والله كفيت وفيت وتسلم، ما قصرت والله يا غالي. الرفاعي عندك استياء، أنا نزلتك وممكن تطلع برا التيك توك وتقدم تاني، تفضل يا وفاء. وبعد نشوف أبو عادل. والله تحية لك مرة تانية يا أميرة، وعندي رسالة بس قبل ما أنزل لإخواننا في الجاهزية. خليكم صامتين، ونحن صح ما معاكم في الميدان، لكن معاكم بدعواتنا. ربنا يثبت أقدامكم، وربنا يقويكم ويشوت من أجركم يا رب العالمين. ومواصلين نحن في القضية، وزي ما قلت لكم الفاشر دي ربنا لو أراد إن شاء الله بتزبط الليلة قبل بكرة. وزي ما بقولوا ما يعني ما مستعجلين نحن للحاجة دي. فالتحية لك يا أميرة مرة تانية، وأنا حنزل وإن شاء الله في باقي اليوم حكون معك بإذن الله تعالى. تسلمي كثير يا غالية. وفاك الله يديك العافية، والتحية لك، ما قصرت والله. أبو عادل تفضل في الكلام، يوم تفضل. أبو عادل رسلت لك دعوة في الكلميوت، وتفضل. طيب هذا اضطرت نزل تحت. يا شباب شبابك تفضل، بنستأذنكم إن شاء الله يا أميرة، تحياتي لكم جميعا كدي إن شاء الله. الزمن فات، إن شاء الله تحية لكم جميعا كدي يا شباب. أسلم يا تيهولا، الله يسلمك إن شاء الله. طيب أنا يعني أعرف عن الناس اللي في الجستاد دي ولا شنو؟ الله يعرف، دي نرفع بلابس هذي المنفع معنا والله تعليقات دي الوقت بتاعه. ما عارفة يعني الناس كلها خدت لي صورة ما كدزات أي طبع لوين. الله يا أحمد حسن، والله أحمد حسين، أحمد حسين يا أحمد. مبعيننا لنعبة أحمد، أنت سامعنا؟ اتفضل يا النور. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام والرحمة. عليكم السلام ورحمة. الحمد لله، تفضل. الحمد لله، ربي العافية، تفضل. والله لأن عايزكم في فطيس صدقكم. الفطيس ده اللي بيكون زي دقيقة درس ما عليش. الفطيس ده بيكون أبوك اللي ولدك على أساس إن أنت هتطلع ليه هو راجل وطلعت جاي أو طلعت سيس. ده الفطيس، امشي اقرأ ليه الفتحة هناك في قبره لأبوك طبعا. يعني احنا زادكم ما دير انكم زادوا تعزونا في الغاية قرنشطة، لأنه أشرف زادوا من ان انتوا تذكروا في ألسنتكم الكزرة الكلها سفة ومخدرات. أبو رائد لو موجود تحت تعالى.
ايوه مرحبا بك. طيب القيس المعامله كيف؟ انت انزل من السعوديه ما تكون لينا سارح لينا بغنميتين هناك تقول لينا المعامله كيف. انزل الميدان انت في الميدان ولا انت من رجال المعامله اصلا عشان تقول المعامله كيف؟ الرسول كان راعي وليس سارح. انت سارح، انت ما راعي. الرسول كان راعي والغاد محمد حمدان ده قالوا برضو راعي، لكن انت ما راعي، انت زول سارح. شفت الراعي وين؟ انت فطرت لما تكون راعي؟ اجي يا ابراهيم انت نايم وين؟ فك المايك ده. انتوا يا ناس بتحبوا الاهانه ليه زي ده؟ يعني شعب بيحب الاهانه. يطوب عليه من السماسات البروج وهو عليه من عليك. اما انت هسه يا عصيص انت عليك اما انت كم بس في راجل بيقول وضع علي كبسه عليك الله. ده العينة اللي بيرقص وفي مصر ديلك وفي وين وبعدين بس ديلهم ومنتظرين ويقول لك بل بس ومنتظرين الفلنجايات ينتصروا لهم. ده العينة زي ده وبيكون عينة. ايوه عينة ابراهيم نزار بس كده بيرعدني زادهم ده المهم زادهم. ايوه يا هم مجيول لو لهم رجال كده صح. ان شاء الله حيورينا ما قال المواقف حقكم. هم عندهم مواقف يا اخي، هم اسلاميين قال بشكل الاسلام عشان قال اسلاميين. الاسلام ما عندهم علاقه بالاسلام. ناس اول حاجه ما عندهم زي ما قال دين ذاتهم. عندهم ناس ذات لو قلت فيهم ناس هم اصلا ما ناس. ناس زي ما قال اكل لحم البشر ديل ما ناس، ديل حيوانات. تمام يا دار السماح، تفضل يا سايلاند حبابك نورت. السلام عليكم وحياكم الله. عليكم السلام والرحمه، تحيه لكم. تحياتي لكم وعظم الله اجركم في البطل قرين شطه عبد الرحمن قرين شطه. وتحياتي من هنا للاشاوس بامانه وانا ابو خليفه بامانه. اتمنى لكم النصر واتمنى التقدم والخلاص لكل إخوان مسلمين وحركات الإسلامية. السلام عليكم شباب السودان، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. خلينا أبركم برسل رسالة الشكر لكل أسرة سودانية فقدت فرد من أفراد العائلة. الأسرة السودانية الشريفة اللي هي أنا قصده، اللي هم الناس الحميم أمر الوطن، الناس المواطنين جد، الناس السودانيين جد، الناس اللي عندهم أمر السودان هي أول يعني. وخلينا أبركم رسل أيضا لكل أسرة سودانية عنده شخص مفقود من أفراد العائلة. إن شاء الله ربنا أوضى حميدا للمفقودين وشفاء عاجل للجرحى. خلونا أبركم رسل رسالة شكر وامتنان لقواتنا المشتركة، لقواتنا المشتركة قبل كل شيء، القوات المشتركة في الفاشر، لأنه صراحة هم الآن بقوا سمامة الأمور في الغربنا الحبيب في الإقليم الغربي، وهم المسيطرين في كل الواقع والمواقع. ونحن كشعب سوداني بمختلف مسمياتنا، بمختلف مكوناتنا، بمختلف الجغرافيات بتاعتنا في السودان، سواء كان شرقنا، سواء كان شمالنا، سواء كان جنوبنا، سواء كان الوسط أو الغرب، فكلنا اليوم ملتفين خلف قواتنا المسلحة وبندين بكل ما نملك، لأنه صراحة الآن هم اللي بيقوا لكل شيء. الجيش السوداني والقوة المشتركة هم اللي سمامت الأمور في البلد. من أبرهم نحن بنرسل رسالة لكل جندي ولكل إنسان سواء كان مواطن الآن هو خارج أرض الوطن، فإن القوات المشتركة تقاتل من أجلكم. الجيش السوداني تقاتل من أجلكم. يجب علينا نحن كمواطنين بهمنا أمر الوطن أن نقف خلف قواتنا المسلحة وندعم بكل ما نملك، ودي واجبنا نحو قواتنا المسلحة أو قوة المشتركة. فيجب علينا أن ندعمهم بكل ما نملك ونقف معهم، وده واجبنا الآن يعني. فصراحة القوة المشتركة في الفاشر شغال يعني شغل ما بيتوصف يعني. خشيت الفاشر ما في طريقة تخرج يعني، زي ما شفت في الفيديوهات دقوا لك خروج مع الف سلام والسماء ذات البروج، وتصل الناس اللي كانوا من قبلك هناك يعني، فكمية كبيرة جدا من النازل، فالدنيا زايلة وزايلة نايمكي. أيوة الدنيا زايلة وزايلة نايمكي. فنحن ما قاعد نشمت في زول، وصراحة القوة المشتركة هي ما طلعت من الفاشر مشت هاجمت الناس في أماكنها، اللي هم الناس اللي هم الآن بدوا بأنه يا أخي هم دارين يحرروا السودان
من دولة 56 وكيزان وما أدراك، فهم اللي قاعدين يعتدوا علينا. فنحن قاعد ندافي فقط، نحن ما اتجرينا ولا أخذنا خطوة علشان نقدر نقول نحن نحجم، لا نحن لسه مرحلة الحجوم ما جينا، لأن نحن فقط عن الدفاع وقاعد ندافي عن أرضنا وقاعد ندافي عن إردنا. فزي ما قال الخايد مني وركم الناوي، قال لك كل ما زول حبشك هكو، لو شافك هكو، لو سالك هكو. فحكاتنا ثلاثة حكات، لكن الآن أنا شايف بقى أكثر من ثلاثة حكات، فالحكات بقى الآن إلى ما لا نهاية. وصراحة الواحد يعني من شدة الغيرة بتاع الوطن الجواو ما قادر يعبر عن كلامه، ما قادر يعبر عن شعوره، لأنه صراحة نحن انظلمنا كثير، والناس دائما قاعد تعتدي علينا. ووجب علينا نحن كمواطنين سودانيين أو كشعب سوداني أن ندافع بكل ما نملك، أن ندفع كل ما نملك علشان دفاع عن الأرض ودفاع عن الأرض، وده واجب وطني طبعا. ما في زول بقدر بمنعك من الواجب الوطني ده، ما في زول بقول لك لا ما تدافع عن نفسك. نحن فقط الآن قاعد نعمل عملية بتاع الدفاع وليس إلا، لكن في الخطوة باء بي زمن لما نجي الخطوة باء فنرسل الرسالة أو نوصل الرسالة بأنه يا أخي الخطوة باء بدأ في وقته يعني، لكن الآن ما وقته، الآن هو وقت الدفاع، ونحن قاعد ندافع بكل ما نملك، واقفين خلف قوات المسلح، واقفين خلف القوة المشتركة، واقفين خلف كل قياداتنا الآن في الجيش السوداني وفي القوة المشتركة دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الإرث يعني. فدي واجبنا الآن، فواجب كل إنسان سوداني عنده خير للوطن يعني. فإذا أنت وصلت لحد هنا شكرا لك، ما قصرت كثير. الواجب على الوطني بأنه ياخد تشير الفيديو، الواجب على الوطني بأنه ياخد تعمل لايك، الواجب على الوطني بأنه ياخد تشترك في القناة. فحاجات دي كلها حاجات مجانية، فياريت تشترك وتعمل لايك وتخد كومنت علشان الفيديو ده يقدر يصل لأكبر كمية ممكن من الناس. دمتم ودام سوداننا بألف خير، جيش واحد، صعب واحد، مشتركة فوق يا بشر.